حضور الكريم، رفيقنا عبد المؤمن الشباري متعدد الارتباطات النضالية والروابط النضالية بحقول مختلفة للنضال. أصدقاء والإخوة ورفاق داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي يعرفون عبد المؤمن الشباري ويعرفون إسهاماته مباشرة أو غير مباشرة في هذا الحقل المهم في بلدنا. الكلمة للرفاق في النقابة الوطنية للتعليم العالي، فليتفضلوا. في انتظار عبد المولى رفيق عبد المولى عزامة، فليتفضل. تحية للحضور الكريم، تحية للرفاق في اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي. تلقينا في السكرتارية الوطنية لتيار الأساتذة الباحثين العاملين داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي ببالغ الحزن والأسى الفاجعة المؤلمة التي ألمت برفيقنا الراحل عبد المؤمن الشباري. وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم باسم طيار الأساتذة الباحثين التقدميين العزاء في هذا المصاب الجلل، كما نتقدم لأسرته الصغيرة والكبيرة ولكافة رفاقه في النهج الديمقراطي والحركة اليسارية عموما أحر تعازينا. وإذ نستحضر درب نضاله الطويل بدون كلل ولا ملل إلى جانب عموم الكادحين من أبناء الشعب المغربي، وإذ نستحضر فيه كذلك نضاله كصحافي ملتزم ومسؤول في جريدة النهج الديمقراطي، مدافعا عن تطلعات الشعب المغربي في الحرية والانعتاق وضد الاستبداد والفساد. وفي الأخير، فمهما قلنا لن نتمكن من التعبير عن مدى درجة الحزن والأسى والألم في فقداننا لهذا المناضل الفذ وعزاؤنا واحد.